احنا يعني اشكر الحقيقه الاخ اللي زودني بالفيديو، فيديو اليوم السياره اللي دخلت لنقل لاحد، واحنا حرصنا يعني يمكن لما نشرنا الفيديو او عرضناه في حسابنا في تويتر حرصنا ان ما نحط لوجو البرنامج او نحط لوجو مثلا قناه الاي تي في، لان احنا نبي ينتشر صراحه. انا ادري يمكن بعض الجهات الاخباريه بعض المواقع الاخباريه لما تشوف مثلا لوجو او الشعار محطوط على الفيديو تتجنب تعرضه، فاحنا حبينا ان الفيديو ينتشر لاكثر يعني لاكبر جهه ولاكثر من جهه ولاكثر عدد ممكن من اللي يتناولون هذا الموضوع. اللي حصل اليوم امر مؤسف صراحة، مباراة دور الثمانية في كأس الاتحاد، هذه مباراة القادسية والنصر اللي انتهت فوز القادسية 3-2. لا القادسية ما لعب مو مع النصر، القادسية مع الساحل لعب اليوم تحت تشكيل مع الساحل، فاز 2-1 3-2. هذا النصر والتضامن، اسف النصر والتضامن هذا على ملعب خيطان. يعني شوف اللاعب مصاب اعتقد اسمه جراح المرزوق مثل ما قالوا لي، حط لقطه انه بالمستشفى يقولون قالوه الى الرازي حاليا ما يشوف شر ان شاء الله، نتمنى له الشفاء العاجل. يعني شوف دخول سياره الاسعاف بحله جديده، طبعا هذه من التطورات الجديده اللي حصلت. شوف مسعود في بنكمل الفيديو عشان اخليكم تعلقون بعدها. طبعا الظاهر قالوا له ادخل بعد، انا اقول لو داخل للجول بعد احسن، ايش حقه برا واقف ويشيلون لك اللاعب.